السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة وعبرة من السويد. كلنا أبو يزن، هذا عنوان المقطع يا أخواتي الكرام. لما بتكون عائلة يا طيبين مكونة من أشخاص، أب وأم وست أولاد، أكبر الولاد يزن عمره 13 سنة، وأصغر الأولاد غزال غزولي عمره سنتين وشهرين. لما يكونوا العيلة عايشين بسبات ونبات، ولما بيكون في جار سويدي مؤذي، لما بيكونوا في ناس متربصين لهاي العائلة، لما بتكون هاي العائلة بناءة بالسويد ما اعتمدت على المساعدات تبع السويد، واعتمد أخونا أبو يزن أنه يفتح سوبر ماركت يتعيش منه هو وزوجته وأولاده، لما بيكون هالإنسان مكافح خلال 7 سنوات بالسويد عم يرفع من الاقتصاد السويدي. طبعا كيف لا، وهو شغيل أبضاي بخاف الله ملتزم. لما بيكون هالإنسان عم يدافع عن كتاب الله اللي أحرقوه أو داسوا بأقدامهم، بعدين بتحول بحولوا لمحاكم بتهمة التعنيف والإرهاب. لما بيجي السوسيال على بيته يا أخواتي وبيأخذوا له 6 أولاد الساعة 5:30 الصبح، أعلموا إنه السويد ما نحرمكم. 5:30 الصبح أخذوا له 6 أولاد. بعد ما أخذوا الأولاد يا طيبين، أم يزن انهيار عصبي ودخول وخروج إلى المشافي باستمرار إلى أن استقر وضع أخواتي. صار معه نقص تروي بالدماغ، ومبارح ودعتنا، بالأمس ودعتنا أختنا أم يزن. لما بينهار أبو يزن يا طيبين، لما بيطلع قرار المحكمة ب29 الشهر إنه يدخل السجن 3 شهور، وبنفس اليوم قرار المحكمة بولاده لا يعرف مصير ولاده 29 شهر، بهذا الشهر اعلموا ان هناك ظلم شديد ضد اللاجئين. والله العظيم ابو يزن هلا بين ايدي البار عز وجل، ايضا بالعلاج المركزي. بالله عليكم لا حدا يترككم يا جماعة السويد، له العائلة لا تتركوا ابو يزن. بالله عليكم نداء استغاثي، وكلنا ابو يزن ارفعوني ترند وضربوه اكسب لوار. يلا اخواتي، يلا همتكم يا عرب.